الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن رفع نسبة الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لسحب الكتلة النقدية خارج المصارف. وأوضح العلاق أن سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الإنتاج المحلي، وأن سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لأنه المصدر الأكبر في توفير العملة الصعبة. وأضاف أن عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف، أهمها تهريب الدولار إلى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الأسواق المحلية بغير العملة الوطنية، وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الدول شراء للعقارات خلال الشهر الجاري، وهي المرتبة نفسها التي احتلوها في الشهر السابق. وقالت الهيئة إن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 9.5% في شهر أيلول الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وأوضحت أن 100,656 عملية شراء، مضيفة أن الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر أيلول بعدد 722 منزلا. وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 327 منزلا، والعراقيون ثالثا ب 191 منزلا، والألمان رابعا ب 148 منزلا، والأوكرانيون خامسا ب 122 منزلا. ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة دول الخليج العربي مع انتعاش الأسهم الآسيوية واستقرار النفط، ومع ذلك استمر حذر المستثمرين على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. هذا وصعد المؤشر السعودي بنسبة 1.1% مع ارتفاع سهم مصرف الراجح 2.3% وسهم عملاقة النفط أرامكو ب 0.3%، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2% متجها إلى إنهاء ثلاث جلسات من الخسائر بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.3%. أعلنت هيئة قناة السويس في مصر زيادة رسوم عبور السفن بالممر الملاحي للقناة اعتباراً من نصف شهر كانون الثاني للعام القادم. وأوضحت الهيئة زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لفئة من السفن تشمل ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال وناقلات الغاز الطبيعي المسال. كما أعلنت الهيئة زيادة الرسوم بنفس النسبة على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى بالإضافة لسفن الحاويات وغيرها. تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية من واشنطن، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار ما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى قبيل صدور بيانات عن بيع التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.